بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السابع، وهو الشهادتان. شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، لأن هذا الركن هو الأساس للدين، فلا تصح جميع الأعمال إلا إذا قام هذا الركن وتحقق. ولذلك يطالب الداخل في الإسلام بأن ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نطقا واعتقادا وعملا. فإن أبى أن ينطق بالشهادتين فليس بمسلم، ولو كان مصدقا بقلبه ومعتقدا بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه أبى أن ينطق بلسانه، فإنه لا يكون مسلما، لأن المشركين يعترفون في قلوبهم أنه لا إله إلا الله، ويعترفون أن محمدا رسول الله. اليهود والنصارى والمشركون كلهم يعرفون هذا في قلوبهم، لكن يمنعهم الكبر، يمنعهم الاستكبار والحمية لدين آبائهم والغيرة على الأصنام، يمنعهم ذلك أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هم يعرفون أنهم إذا قالوا هذه الكلمة أنهم أبطلوا دين الجاهلية وأبطلوا ما عليه آباؤهم وأجدادهم. فلذلك امتنعوا من الاعتراف بها، لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها فإنه يلزمهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يتركوا عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وكل ما عبد من دون الله، وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة هذه الأشياء، لا يريدون أن يفردوا الله بالعبادة، بل يريدون أن يشركوا معه، أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره. حتى أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة
جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته عليه وحرصه على أن يسلم، جاءه وهو في سياق الموت وعنده رجلان من المشركين، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له المشركون اللي حاضرون عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله. فأعاد المشركون عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال والعياذ بالله: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. ما الذي منعه أن يقول لا إله إلا الله؟ الذي منعه هو النخوة الجاهلية، لأنه لو قالها لترك ملة عبد المطلب التي هي ملة المشركين، فمنعه الحمية الجاهلية، منعته من أن يقول لا إله إلا الله، ومات على الشرك فصار من أهل النار. فدل هذا على أنه لا يكفي أن الإنسان يعترف بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن ينطق بلسانه بهاتين الكلمتين ويعلن بهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا ينطقوا فيقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. الشاهد منه أنه أمره أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. هل أهل الكتاب وهم علماء يجهلون معنى لا إله إلا الله وهم على دين، يزعمون أنهم على دين موسى وعيسى عليهم السلام؟ يعرفون هذا، إذن لماذا يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأنهم يشركون بالله. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. فدل على أنه لا يكفي أن الإنسان يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن ينطق بلسانه. ثم أيضا ليس المقصود النطق بها مجرد لفظ، لأنها كلمة لها معنى. إذا قال لا إله إلا الله فلا بد أن يترك عبادة ما سوى الله من جميع الأشياء، من الأحياء والأموات والجن والإنس والملائكة والأشجار والأحجار
والقبور والأضرحة وغير ذلك، يوحد العبادة لله عز وجل، وإلا لا ينفعه قول لا إله إلا الله بلسانه وهو يشرك بأفعاله ودعائه وغير ذلك. ولذلك امتنع المشركون من أن يقولوها، لأنهم يعرفون معناها بأنه لو قالوها للزمهم أن يتركوا عبادة الأصنام، فأبوا أن يقولوها. بينما مشركوا هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ولكنهم يعبدون غير الله، فيدعون الموتى، يدعون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وفلان وفلان من الموتى، يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وهم يقولون لا إله إلا الله. تناقضوا في قولهم وفعلهم. إذن ليس معنى قول لا إله إلا الله مجرد التلفظ بها، لا بد من معرفة معناها، ولا بد من العمل بمقتضاها. أما معناها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معناه لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود، لا إله أي لا معبود بحق، وإلا هناك معبودات بالباطل، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأما مقتضاها فهو أن تفرد الله بالعبادة، تعمل بهذا المعنى، فتجعل جميع عباداتك لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا وأن يعلنه للناس، وهو في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. من الذي أمره؟ الله جل وعلا. وأنا أول المسلمين أي أنا أول المنقادين لهذا الأمر، العاملين به. فهذا معنى لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. لم يكتفي بقول لا إله إلا الله، بل قال وكفر بما يعبد من دون الله، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، فيعبد الموتى والمقبورين ويعكف عند قبورهم ويذبح لهم وينذر لهم ويطوف بقبورهم ويستغيث بهم، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، وإن كان يقول بلسانه لا إله إلا الله، كلمة ليس لها معنى عنده. ولهذا قال جل وعلا: قد تبين الرشد، قال سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت، قدم الكفر بالطاغوت
والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، للطاغوت الذي هو الشيطان. من يكفر بالطاغوت أولا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح مع عدم الكفر بالطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله، يؤمن بالله هذا هو معنى إلا الله، لأن لا إله إلا الله مبنية على ركنين. الركن الأول النفي، لا إله هذا نفي. الركن الثاني الإثبات، لا إلا الله. الركن الثاني الإثبات، إلا الله، هذا ما تبنى عليه لا إله إلا الله. فالذي لا يترك عبادة المخلوقات ويفرد الله جل وعلا بالعبادة هذا ليس بمسلم، وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه، لأن العبرة بالقول والعمل، ليست العبرة بالقول فقط، القول والعمل، هذا معنى. كثير من الناس يرددون لا إله إلا الله بألسنتهم بينما أفعالهم شرك، استغاثة بالموتى وذبح لغير الله ونذر لغير الله وطواف بالقبور واستنجاد بالأموات في وقت الشدائد. أين لا إله إلا الله؟ أين ذهبت؟ ما لها قيمة صارت؟ الذي يقول لا إله إلا الله يثبت عليها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا معنى لا إله إلا الله. وأما معنى محمد رسول الله، معنى شهادة أن محمدا رسول الله، فمعناها أن تعترف بقلبك أنه رسول الله وتنطق بلسانك وتعلن ذلك، أشهد أن محمدا رسول الله. أما من اعترف بقلبه أنه رسول الله لكنه لم ينطق بلسانه، لم ينطق، أبى أن ينطق ويقول أشهد أن محمد رسول الله، فهذا لا ينفعه معرفته بالقلب، لأن الله أخبر أن المشركين، أخبر أن المشركين لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعاندون ويجحدون. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون أنه رسول الله في قلوبهم، ولكنهم منعهم الكبر والحسد والعناد، منعهم أن يشهدوا له بالرسالة وينطقوا بذلك. أهل الكتاب يعلمون أنه رسول الله بقلوبهم لكن تظاهروا بالجحود. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتمون الحق يعني لا يشهدون له بالرسالة، يجحدون رسالته في الظاهر، وأما في قلوبهم فهم معترفون أنه رسول الله، لأنهم يجدون هذا في كتابهم، يجدونه
في التوراة والإنجيل يجدون أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين، وأنه رسول الله إلى العالم كله، يجدونه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما الذين يعرفون أنه رسول الله ولكنهم لا يتبعونه، فهؤلاء من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فدل على أن أهل الكتاب يعرفون أنه رسول الله. إذن لماذا لم يشهدوا أنه رسول الله؟ منعهم الحسد والكبر والعناد والعياذ بالله. وكذلك كل من سار على منهجهم في الجحود والكتمان وعدم الاعتراف، فلا بد أن تشهد أنه رسول الله. ولا يكفي أنك تشهد بلسانك، بل لا بد أن تتبعه، لا بد أن تتبعه وتطيعه، لا بد أن تتبعه وتطيعه. ما دام أنك شهدت أنه رسول الله، فلا بد أن تتبعه، ولا بد أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمرك، وتجتنب ما نهاك عنه، وتقدم قوله على قول كل أحد، وتحبه أحب مما تحب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله. أول شيء محبة الله جل وعلا، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الله مقدمة، وعلامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا الشهادتان ليستا مجرد لفظ يقال باللسان أو معنى يعتقد في القلب، بل لا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، ولا بد من تطبيق الشهادتين، تطبيق معنى الشهادتين. شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. شهادة أن محمداً رسول الله معناها الاعتراف برسالته ظاهراً وباطناً مع اتباعه صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله تبطل الشرك بجميع أنواعه، ومحمد رسول الله تبطل البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا معنى الشهادتين. شهادة لا إله إلا الله تنفي الشرك بجميع أنواعه،
شهادة أن محمد رسول الله تنفي البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا، هذا معنى الشهادتين نطقا وعلما وعملا، بهذا تتحقق الشهادتان بالنطق والعلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله على ما قدم. يقول السائل: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، هل تنفعه هذه الكلمة يوم القيامة؟ لا، لا تنفعه هذه الكلمة. إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، لأنها ليست مجرد لفظ يقال، لا بد من العمل، وأول العمل الصلاة. لاحظوا هذا، أول الأعمال الصلاة بعد الشهادتين. الصلاة هي الركن الثاني، الشهادتان الركن الأول والصلاة هي الركن الثاني. فالذي لا يصلي ليس بمسلم ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه قالها بلسانه لكنه لم يعمل بها، وأول العمل الصلاة. إذا ترك الصلاة ترك غيرها من باب أولى، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الذي لا يصلي ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد الله، كيف هذا؟ إذا شهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يعبد الله عز وجل، وأول العبادة الصلاة. نعم. يقول السائل: هل الأنبياء عليهم السلام دعوا إلى توحيد الألوهية فقط، أم أنهم دعوا إلى جميع أنواع التوحيد؟ يا إخواني، توحيد الربوبية هذا ما يحتاج إلى دعوة، هذا معترف به الأمم كلها، كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية بموجب الفطرة التي فطرهم الله عليها، فلا أحد ينكر توحيد الربوبية إلا معاند ينكر بلسانه لكنه معترف بقلبه، مثل فرعون. حتى إبليس معترف بتوحيد الربوبية، قال ربي، ما هو إبليس يقول قال ربي، إبليس قال رب بما أغويتني، إبليس معترف بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما يحتاج إلى دعوة لأنه مركوز في الفطر، معترف به، وإنما الذي حصل فيه الاختلاف هو توحيد الألوهية. ولذلك الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية، هو اللي حصل فيه الاختلاف بين الأمم. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله، ما قال اعترفوا بالربوبية،
بل قال اعبدوا الله، لأن الربوبية معترفون بها لكنهم يعبدون مع الله غيره. يجب أننا نعرف هذا الأصل، لأن فيه مضللون الآن يريدون أن يصرفوا الناس عن توحيد الألوهية ويقولون يكفي توحيد الربوبية. لو كان يكفي توحيد الربوبية لصار المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، والرسول يقاتل مسلمين، يا سبحان الله. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زال الجهل، زال الجهل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن والسنة، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة إذا كان عربيا يعرف معنى العربية. أما إن كان أعجميا فلا بد أن يوضح له، لا بد أن يوضح له معنى القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأنه أعجمي. أما العربي هذا ما يحتاج، إذا بلغه القرآن هو يعرف معناه قامت عليه الحجة. القرآن فيه الأمر بالتوحيد، فمتى إلى متى الجهل؟ ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جهل، خصوصا في أمة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانهم. نعم. يقول السائل: ما حكم من سب الله عز وجل عند الغضب، وهل يشترط القصد حتى يخرج من الملة؟ يا إخوان لا تجادلون في المسائل هذه. من سب الله فهو كافر، من سب الله فهو كافر يستتاب، بل إن العلماء يقولون لا يستتاب، يقتل على كل حال، لأنه أصبح زنديقا والزنديق ما يصدق في توبته فقلبه فاسد يقتل. فالذي يسب الله ويسب الرسول هذا كافر، إن كان يدعي الإسلام فهو مرتد، فهو مرتد يجب قتله. نعم. يقول السائل: ما هي حدود المسجد التي من غادرها صار خارجه ووجب عليه إعادة تحية المسجد؟ حدود المسجد أبوابه، أبواب المسجد، إذا خرجت من باب المسجد فأنت خارج المسجد، إذا دخلت باب المسجد فأنت داخل في المسجد. هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. نعم. يقول السائل: نذرت في شهر رجب، إن جاء شهر رجب السنة المقبلة وأنا معافا أصوم في كل سنة من رجب 10 أيام، هل أوفي بنذري أم لا؟ علما أن في بلادنا يعتقدون في شهر رجب اعتقادات باطلة. هذا النذر لا يجوز لأنه بدعة، تخصيص رجب، تخصيص رجب بعبادة هذا بدعة، فالنذر لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر في رجب معصية، لأن تخصيص رجب بدعة، فعليه كفارة يمين، عليه أن يعمل كفارة يمين عن نذره. نعم. يقول السائل: بعض أقراص الحاسوب نادرة مكتوب عليها حقوق النسخ محفوظة، فهل يجوز نسخها وبيعها؟ هذا تكلمنا عنه سابقا، سئل عنه سابقا، ما يجوز ما دام صاحب الشريط يمنع من نسخه إلا بإذنه، هذا حقه، هذا ملكه، لا يجوز الاعتداء عليه حتى يستأذن. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف صوفي يتمسح بالقبور ويذبح لها؟ لا تصح الصلاة خلفه لأنه مشرك، الذي يذبح للقبور، يذبح
للقبور هذا مشرك، الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قرنه مع الصلاة. لا يجوز الذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، ولا تصح الصلاة خلفه. نعم. يقول السائل: امرأة عقد عليها العقد الشرعي العرفي ثم تركها هذا العاقد معلقة، فماذا تفعل إذا قدم لها خاطب؟ ما دام عقد عليها عقدا صحيحا بإيجاب وقبول من إيجاب من الولي وقبول من الزوج وحضور شاهدين، هذا عقد صحيح وهي في عصمته، إلا أن يطلقها. هي في عصمته إلا أن يطلقها. نعم. يقول السائل: من أدرك التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة فهل يقرأ فيها الفاتحة؟ نعم. يقول: من أدرك التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة فهل يقرأ فيها الفاتحة؟ تكرر هذا السؤال. صلاة الجنازة مثل الصلاة الأخرى، ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما فاته فهو آخر صلاته، فيعتبر الركعة التي أدركها هي الركعة الأولى بالنسبة له هو، يقرأ الفاتحة لأن هي التكبيرة الأولى له. من أدرك التكبيرة الثانية فهي التكبيرة الأولى بالنسبة له، فيقرأ بعدها الفاتحة، ويقرأ ويصلي على النبي في التكبيرة التي بعدها، ويدعو للميت التكبيرة التي بعدها، ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة بعد الإمام. إذا سلم الإمام هو ما يسلم، بل يكبر التكبيرة التي فاتته ثم يسلم. نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفاز؟ يعني عندك فراغ، ما لك شغل إلا متابعة القدم وما أدري وش. المسلم وقته ثمين، ما ينبغي أنه يضيعه في المباريات والمسلسلات والأشياء الهابطة التي لا تفيده في دينه ولا في دنياه. يحفظ وقته فيما ينفعه وما يفيده. كونك تنام أحسن من كونك تشاهد المباراة. تنام ترتاح، تقوم تصلي آخر الليل، أحسن لك من أنك تشاهد شيء ما فيه فائدة ويأخر عليك النوم ويكسلك عن صلاة الفجر. نعم. يقول السائل: هروبا من النار اعتنقت الديانة الإسلامية بعدما كنت نصرانيا. نعم. يقول: هروبا من النار. نعم. اعتنقت الديانة الإسلامية بعدما كنت نصرانيا، ثم علمت أن الأمة تتشعب إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أريد منكم أن تعرفوني هذه الفئة الناجية. هذه هي التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكن مع هذه الفرقة، مع هذه الفرقة الناجية. نعم. يقول السائل: هل يجوز كتابة القرآن برواية أخرى على حافة المصحف من أجل تعلمها والقراءة بها؟ يا أخي، فيه مصاحف في القراءات الأخرى، فيه مصاحف مطبوعة، قراءة ورش مثلا، قراءة غيره، فيه مصاحف مطبوعة تبحث عنها ولا يحتاج تكتبها على هامش رواية حفص. نعم. يقول السائل: مجمع الملك فهد في المدينة يصدر المصاحف بالقراءات الأخرى. نعم. يقول السائل: في بلادنا الشرك بنوعيه، الأكبر والأصغر،
فهل طلب العلم فرض عين علي حتى أدعو إلى التوحيد؟ بلا شك أنه يجب على المسلم أنه يطلب العلم الذي يعرف به دينه، يعرف به دينه، يعرف التوحيد ويعرف الصلاة ويعرف أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، لا بد على الأقل يعرف أركان الإسلام الخمسة. نعم. يقول السائل: هل تجوز الاستدانة لغرض الزواج؟ نعم، المعسر الذي يخاف على نفسه، خاف على نفسه من الفتنة إذا لم يتزوج، يتزوج ولو بالاستدانة، هو الله معينه، الله يعين المتزوج. الله جاء في الحديث أن من الذين يعينهم الله المتزوج يبتغي عفافا. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع الأموال في البنوك الربوية دون أخذ فوائد إذا خشيت عليها من السرقة؟ لا بأس إذا وضعها في البنوك للحفظ فقط فهذا من باب الضرورة، لأنه تخشى عليها، وليس هناك مكان آمن إلا في البنوك، تضعها للحفظ فقط، هذا من باب الضرورة جائز. نعم. يقول السائل: امرأة أحرمت ولكن نزل منها سائل أبيض قبل أن تطوف، وبعد الفراغ من مناسك العمرة بساعتين نزل عليها دم الحيض، فهل تصح عمرتها؟ ما دام نزل عليها أول الحيض، السائل الأبيض هذا أول الحيض، فعمرتها غير صحيحة. إذا طهرت واغتسلت تؤدي العمرة، تبقى في إحرامها، تبقى في إحرامها، فإذا انقطع الدم واغتسلت تؤدي العمرة، وما فعلته غير صحيح لأنها فعلته في مدة الحيض. نعم. يقول السائل: ما حكم شحن الجوالات من كهرباء الحرم علما بأننا معتكفون ومضطرون لذلك؟ استأذنوا من المسؤولين عن الحرم، إذا أذنوا لكم لا بأس. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه يمكن أن تجتمع عقيدة سلفية ومنهج إخواني أو تبليغي أو صوفي في شخص واحد؟ التناقض لا يمكن اجتماع النقيضين أبدا، ما يجتمع النقيضان. نعم. يقول السائل: ولا قل بعد يجتمع التوحيد والشرك، ما يجتمعان النقيضان، لا يجتمعان أبدا، والبدعة لا تجتمع مع السنة. نعم. يقول السائل: هل يجوز إهداء الهدايا للمخطوبة قبل العقد عليها؟ لا بأس، عطاه مالك كلهم بغيت، إذا عقدت عليها عطاه ما تريد، لا بأس. نعم. يقول السائل: علمنا حكم نظر الرجل إلى النساء، فما حكم نظر المرأة إلى الرجال إذا كان النظر بغير شهوة؟ للحاجة، النظر للحاجة من غير شهوة لا بأس، أما النظر من غير حاجة إلى الرجال أو النظر بشهوة هذا حرام. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم. يقول السائل: ما حكم اعتكاف النساء في المسجد الحرام؟ لا بأس بذلك، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد للرجال والنساء، ولكن النساء يعتكفن في مكان النساء، في المكان المخصص للنساء المستور. نعم. يقول السائل: هل يكتب للمرأة الحائض ومن عذرت بعذر شرعي ما كانت تصلي وتصوم حال طهرها وانتفاء هذا العذر كما يكتب للمريض والمسافر؟ نعم، يكتب لها ذلك ما دام أنه حبسها العذر، وهي تريد الخير، تريد العبادة، لكن حبسها العذر، فيكتب لها الأجر كاملا
بنيتها. نعم. يقول السائل: من أدركه رمضان ولم يقض ما عليه من رمضان السابق فعليه القضاء والإطعام، علمنا الدليل على القضاء، فما الدليل على الإطعام؟ فتاوى السلف أفتوا بهذا. نعم. يقول السائل: زوجتي من 20 سنة تؤخر جميع الصلوات إلى وقت العشاء فتصليها، وقد رغبتها ورهبتها كثيرا. نعم. وقد رغبتها ورهبتها كثيرا. أعد السؤال. يقول السائل: زوجتي من 20 سنة تؤخر جميع الصلوات إلى وقت صلاة العشاء فتصليها، وقد رغبتها ورهبتها كثيرا ولكنها لم تفعل، فبماذا تنصحني؟ لا يجوز لها أن تأخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن أخرها عن وقتها فإنه لم يصلها على ما أمر الله به فلا تقبل منه. فهذه المرأة لا يقبل منها صلاة ما دامت تؤخر الصلوات متعمدة، فإن صلاتها غير صحيحة وغير مقبولة. وإذا لم تمتثل فعليك مفارقتها، لا تبقى معك وهي على هذه الحالة، ويعوضك الله خيرا منها. نعم. يقول السائل: مسجد يوجد في ساحته من الجهة الغربية ضريح ينذر له ويستغاث به عند الشدائد، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يكفي لصحة الصلاة فيه أن يفصل بين المسجد وبين الضريح بسور؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد الصلاة. ولا يكفي أنه يفصل بينه وبين المسجد بسور، لا بد أن ينقل القبر ينبش وينقل عظامه تدفن في المقبرة، ويخلو المسجد من القبر وآثاره. أما ما دام القبر موجودا فالصلاة في هذا المسجد غير صحيح، حتى ينبش ويدفن مع القبور، يبعد عن المسجد، أو يفصل بينه وبين المسجد بشارع يمر معه الناس. أما مجرد الجدار ما يكفي هذا. نعم. يقول السائل: هل للمصلي في أي ناحية من نواحي المسجد الحرام نفس ثواب من صلى داخل صحن المسجد؟ يا أخي الحمد لله، كل ما هو داخل أميال الحرم كله تضاعف فيه الصلاة، كله الحرم، كله المسجد الحرام، كل ما هو داخل الأميال الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، هذا كله المسجد الحرام، وتضاعف الصلاة فيه الواحدة 100,000 صلاة. إذا صليت في العزيزية ولا في أي مكان من مكة فصلاتك مضاعفة لأنك في المسجد الحرام، والحمد لله. نعم. يقول السائل: كلفني شخص أن أقوم بشراء مجموعة من العطور وهي تباع بقيمة 25 ريالا، وبمحاولتي مع البائع باعها لي 20، فهل يجوز أخذ الباقي من المبلغ دون إشعاره بذلك؟ لا يجوز، هذا ماله، ترده عليه، ترد عليه الباقي لأنه ماله، فإذا سمح به لك فلا بأس. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد؟ صلى الجمعة، لا بد من صلاة الجمعة،
لا تترك الجمعة، فمن حضر مع الإمام يصلي معه، ومن صلى وحده إن صلى وحده أو في مكان آخر يصليها ظهرا، وحضوره مع الإمام وصلاته الجمعة أفضل من صلاته ظهرا، لكن لا بد من إقامة صلاة الجمعة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة والصف منقطع فيه فراغات؟ الصلاة صحيحة، لكن الفراغات هذه يجب سدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سدوا الخلل، سدوا الخلل، راصوا، حاذوا بين المناكب والأكعب. يحث صلى الله عليه وسلم على مراصة الصفوف، مراصة المصلين واتصال الصفوف واعتدال الصفوف. كان يعتني بالصفوف صلى الله عليه وسلم عناية شديدة، ويأمر بسد الفرج، ويقول: لا تدعوا فيها فرجا للشيطان. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟ الكعب العالي وش الداعي للبسه؟ تسقط المرأة إذا مشت على شيء غير عادي، فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وليس فيه زينة، ما فيه زينة، إلا أنه موضة يمشي عليها بعض المترفين، وله ما فيه زينة ولا فيه جمال، وفيه خطر أن تسقط المرأة. نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ على الأرض لا، على فراش لا بأس، إذا كان على فراش لا بأس، أما أنه يوضع على التراب هذا لا يليق بالمصحف. نعم. يقول السائل: أنا شاب حسن الصوت ومؤذن بلدتي، فما حكم التلحين في الآذان؟ لا ينبغي التلحين، التلحين يجعله من نوع من الغناء، يجعله نوع من، لكن تحسين الصوت، قل تحسين الصوت ولا تقول التلحين، تحسين الصوت طيب في الأذان، أما التلحين لا تلحن. نعم. يقول السائل: أريد أن أعتكف يوما واحدا، وأريد من سماحتكم معرفة المدة الزمنية التي يبدأ فيها وينتهي. أنا اللي علمك متى تبدأ وتنتهي؟ شيء إليك أنت. الاعتكاف أن تبقى في المسجد مدة، يوم، يومين، 10 أيام، ما تيسر لك، فالاعتكاف ليس له مدة محددة، يكون قليلا ويكون كثيرا ويكون متوسطا. نعم. يقول السائل: اشتريت سلعة وعند عودتي إلى بلدي تم توقيفي من طرف جمارك المطار، وحجزوا ما أخذته من سلعة، وحتى أتمكن من استرجاعها يتطلب الأمر أن أدفع إلى أحد معارفي مبلغا من المال، فهل يجوز لي مثل هذا العمل؟ لماذا ما تدفع الضريبة المفروضة على المال؟ ادفع الضريبة وخلص مالك، ولا تدفع رشوة، خل الرشوة ضريبة، ادفع الضريبة المطلوبة للجمارك. نعم. يقول السائل: هل ظهر قدم المرأة وباطنه عورة أم لا؟ نعم، المرأة كلها عورة عند الرجال، المرأة كلها عورة عند الرجال، تستر نفسها ولا يظهر منها شيء. نعم. يقول السائل: اعتمرت أنا وزوجتي وعند نهاية العمرة، وبعد أن تحللت وقع بيننا جماع ولم تتحلل زوجتي. نعم. ولم تتحلل زوجتي لأنها لم تقص من شعرها ناسية، ولم تذكر إلا بعد الجماع، فقصت بعده، فما الحكم؟ نعم، لا بد من القص، لأنه ما يتم العمرة إلا
بالقص من رأسها، والجماع عليه فدية، يكون بدله فدية تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم، وعمرتها صحيحة. نعم. يقول السائل: من كان معه مال فتعارض له الحج والزواج فماذا يقدم؟ إن كان يخاف الفتنة على نفسه إذا لم يتزوج يقدم الزواج، أما إذا كان ما يخاف الفتنة على نفسه يقدم الحج. نعم. يقول السائل: رجل عنده فوائد ربوية كثيرة جدا تخلص منها كالتالي: بعضها للفقراء، وبعضها أقرضته على أن يرده المقرض له بالتقسيط ويعطيه للفقراء، وبعضه اشترى به كتب وأشرطة ولوازم لمكتبة المسجد، فما حكم هذا العمل؟ لابد من التخلص منه كله بوضعه في المشاريع العامة، المشاريع العامة كبناء دورات مياه للناس، أو إصلاح طرق يمشي الناس معها. أما شراء الكتب تنزه عن الكسب هذا، فيدفع بدل ما اشترى يدفعه للفقراء. وجميع الفوائد الربوية يتخلص منها، لا يبقى عنده منها شيء، يضعها في المشاريع العامة، ولا يضعها في يبني بها مسجد ولا يشري بها كتب. القربات والطاعات لا يصرفها فيها. نعم. يقول السائل: من كان مسافرا وأتى المسجد ليصلي مع الإمام الصلاة الرباعية وجده قد صلى ركعتين، فهل يتم أربعا أو يكتفي بركعتين فقط قصرا؟ من دخل مع الإمام الذي يتم الصلاة يلزمه الإتمام، لأن حكمه حكم الإمام، هذا هو السنة، إن المسافر إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام، لا يجوز له القصر، لأن حكمه حكم الإمام الذي يصلي خلفه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.